قالوا لي انا ديما بكري، انا ماتينيه حسيلو، انا نكري لومبوتياج سي بور سيت ريزون بور ايفيتي الحكايه هذيك. نقوم نشتري لي ما نمشيش روتار القرايه بيان سور، عقليه حاجه استنسنا بها تحب، معناها عقليه موجوده من لي زانسيتر نتاعنا، ديما روتار ما نحترموش الوقت. ولا حسب رايك علاش زعما عقليه معناها ما عندها حتى سبب بالنسبه لي انا. واحد يمشي روتار للخدمه ولا للقرايه لومبوتياج، ديما مبوتياج ديما معبي ديما. كنت موين ترانسبور قومين مخر روتار التونسي والله هي من يعني تقول انت من ولدنا عندنا روتار فوق كل شيء، نحبوا برشا روتار، نموتوه روتار، انت حمونك احنا على الروتار خاطر الضمير تفقد فلو المسؤولين بيدهم ما عادش لهين، كل واحد اختار رزق البيديك، تعرف رزق البيديك، اختار راسي وضرب، فهمت؟ انت موالف بالتراخي، بال ما فماش انتاج، ما فماش انتاجيه، يستحلف الفرنك الحرام، فهمتني؟ هذاك معطل معناها انجاز المشاريع، معطل معناها انجاز معناها طلبات العروض، ما خلق معناها احتقان داخل الجهات، ما دام ما فماش مشاريع، ما فماش تنميه، ما فماش تشغيل. فهمتني؟ هذا كله ماك تراخي وماك الرتار هذاك، فهمتني؟ وما فماش من هاكم كونتر بارتي معناها محاسبه، مسؤولين كيف كيف، ومنظومه كامله فاسده، وما هيش باش تتبدل الى ابد الابدين. خاطر نكون مخر. نمشي للرتار خاطر نكون مخر. ابارسا في حياتك هذه وتوانسه في الطعام. سي سيغ معناها لي موان دو ترونسبور. زعما؟ اما لكم اكثر بخر. بخر احنا تونس بخلين على الاخر. الروتار هو بيدو عامل روتار على التونسي، والتونسي عامل روتار على الروتار، والروتار ما فهمتش اي حاسيل الروتار هو بطبيعته روتار سينما. هو سؤال بلا محاله باهي، علاش خاطر التونسي توا بطبيعه كل حاجه يجي يعملها يقول لك عامل فيها روتار، يعمل بوانتاج في وقت معين لكن ديما عنده روتار. هو رونديفو عربي فهمني وتونسي، لكن في تونس الروتار حاجه سكخي. Je suis tunisien mais je ne vis pas ici moi. والله شوف أنا عايش البرا إن فات وما نمثلش التونس الكل الحقيقة. أما مشكلة التونسي ما عندوش الانضباط بصفة عامة. عنده مشكلة هذه في التربية والمع شنو؟ اللي يخليه أنه كي يعطيك رونديفو معناتها ما هيش أن أونجاجمون كيما البرا. البرا يقول لك مثلا كي دون سا باغول، لا باغول دوني سي لا باغول دوني. يعطيك حتى من غير ما صح معاك. Je dois confirmer. في تونس ما نحكيوش حتى لا حتى رونديفو كي ياخذوا مش معناتها باش يجيك. في تونس ما يقدرش الوقت كومبليتمون. توجور إلي أون روتار وبالنسبة لي نحن نوسيون تاع الوقت مش حاجة كبيرة. بالنسبة للتونسي بلوتو أون جينيرال نوسيون تاع الوقت مش حاجة كبيرة. فيو اللي أنت تشوف مثلا سيرتو العباد تخدم عند الحاكم. فيو التسايب الوقت ما ينال واحد شايف 8 9 10 كيف كيف. حتى في اللي رونديفو بين بعضهم الأصحاب وكل شيء. حتى في الفامي في حد ذاتها راجل ومرته البو وبنته وكذا ديما الروتار نتاع 4 ساعة ونص ساعة بالنسبة لنا حاجة عادية. كل في الروتار تونس كيفاش؟ علاش؟ يا شيخ يخدم السبعة يوصل 9 ونص الخدمة تحبوا يجي بكري. هي علاش؟ معناتها شنو السبب؟ شو السبب ما تعرفش هو يعرف السبب. كل واحد يعرف السبب نتاعو علاش يمشي مخر. فهمت؟ تمشي روتار؟ يا نشد بكري يا. التونسي قاتل كل بخل مش ياكل الدار وخدمة ولاده عبد عنده 150 ألف حاجة في مخ. وانت ديما روتار؟ أنا؟ السبب والله ترى عندي الولد نزلوا المكتب نزلوا المخر وبعد نزلوا المرأة الخدمة نزلوا المخر. ديما تصير؟ تصير اي تصير. عندك كرم؟ عندي كرم ما عنده بالكرم وبالروتار ما عنده حتى العرف عنده الحق يتشكل.